أهلا بكم في هذا الخبر العاجل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح المستشفيات المصرية لعلاج المصابين من قطاع غزة، كما وجه أيضا بالتنسيق مع الأشقاء في قطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها. وبدأ منذ قليل عملية استقبال المصابين من الشعب الفلسطيني نتيجة للغارات الإسرائيلية على القطاع في معبر رفح، وذلك بعد إعلان مصر رسميا قرارها بفتح معبر رفح استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين. وكان فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أعلن اليوم في بيان له تواجد فريق الهلال الأحمر المصري في معبر رفح استعدادا لاستقبال المصابين في أي وقت. وتابع البيان أنه تم تكوين فريق استجابة على مدار 24 ساعة في مقر الهلال الأحمر المصري، وتجهيز فرق المتطوعين لتوفير كافة احتياجات أي حالة تصل من قطاع غزة للأراضي المصرية. ويأتي هذا في إطار الدور المشرف أو المشرف الذي تلعبه مصر في ظل الأحداث الأخيرة التي تشهدها فلسطين، فهناك أنشطة مكثفة تبذلها الدبلوماسية المصرية في الوقت الحالي من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واحتواء الانتهاكات التي شملت العديد من المناطق بدءا من مدينة القدس مرورا بالضفة الغربية وحتى قطاع غزة، وهي الممارسات التي لاقت إدانات دولية كبيرة بسبب ما أسفرت عنه من ضحايا وإصابات، بالإضافة إلى تهجير آلاف المواطنين والتي وصلت إلى حد الجرائم. هذا وقد أجرى وزير الخارجية سامح شكري العديد من المحادثات مع عدد من المسؤولين الدوليين لمناقشة التصعيد الإسرائيلي وما سوف يقول عنه في المرحلة المقبلة، وبالتالي الخطوات التي ينبغي اتخاذها لاحتواء الأزمة الراهنة. ويذكر أن الدور المصري في احتواء الأزمة الفلسطينية الراهنة كان محل إشادة كبيرة من قبل العديد من الدول. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عبر حسابها على فيسبوك ارتفاع عدد الشهداء إلى 181، من بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 إصابة بجروح مختلفة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، منوهة بأن العدد مازال مرشحا للزيادة. إلى هنا تكون قد انتهت تغطيتنا في نقل هذا الخبر العاجل حول توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح المستشفيات المصرية لعلاج المصابين من قطاع غزة. إلى اللقاء.